رونار يرد على ارتباطه بالمغرب بتصريح صادم وقرار مرتقب، هذا هو موعده. بعد ساعات قليلة فقط من ارتباطه بالعودة إلى تدريب المغرب، خرج المدرب الشهير إيرفي رونار للتعليق على الشائعات التي خرجت مؤخرا. وحدثت المفاجأة الكبرى في كلماته القوية التي سوف تخلق أياما مثيرة وستقلب كل الموازين في الفترة المقبلة، لأن هناك قرار سوف يدهشكم وستعرفون تفاصيلا لم تمر عليكم من قبل. من المنتظر أن يتم اتخاذه في موعد في نهاية الغرابة، لم يتوقع أحد أن تسير الأمور بتلك السرعة، ولكن يبدو أن الجامعة الملكية المغربية تستعد للخروج بأهم قرار في تاريخ الكرة المغربية. وكلمات رونار التي سوف تسمعونها الآن ستوضح لكم ما سيحدث بالضبط. الأمور لا تطبخ أبدا على نار هادئة، بل كل شيء يسير بوتيرة عاجلة، وإليكم ما يدور خلف الكواليس في المكاتب المغربية وموقف هيرفي رونار النهائي من تدريب أسود الأطلس. في الأيام الأخيرة زادت التكهنات حول مقعد الناخب الوطني المغربي وليد الركراكي وسط حالة الغضب المنتشرة بين الجماهير نتيجة سوء وتراجع مستوى المنتخب الأول منذ انتهاء منافسات كأس العالم بقطر، وبعد الخروج المدل من نهائيات كأس الأمم الإفريقية بساحل العاج. ضاعفت نتائج فترة التوقف الدولي المنتهي من الشكوك، ورغم الفوز على أنغولا بهدف نظيف، إلا أن أداء رفاق حكيم زياش لم يكن أبدا يرتقي إلى المستوى المأمول، وتأكد التراجع بالتعادل في المباراة الثانية ضد موريتانيا. ويقال في أكثر من مصدر أن تم اجتماع حدث في الساعات الأخيرة لمراجعة ما حدث في المباراتين، وأسفرت عن استياء عارم من رتابة المستوى لدرجة أنه تم توجيه إنذار صريح إلى الركراكي بضرورة إيجاد الحلول خاصة للعقم الهجومي، وإلا سيكون منصبه في خطر انتهى. وستكون مباريات تصفية كأس العالم في شهر يونيو المقبل حاسمة بشكل كبير في مستقبل الركراكي مع أسود الأطلس، ولا سيما بعدما فتح الفرنسي رونار الباب أمام العودة مرة أخرى بتصريح خرج به اليوم أثناء مؤتمر صحفي للمنتخب الأولمبي الفرنسي للسيدات. قال فيه إنه سيبحث عن فرصة للتواجد للمرة الثالثة تواليا في كأس العالم 2026. وهنا قالت الصحافة إن الرسالة كانت موجهة للسيد فوزي القجع الذي يضعه على قمة لائحة المدربين المرشحين لخلافة والد الركراكي. وفي تصريحاته المثيرة قال المدرب الذي سيكون متفرغا بعد الأولمبياد: ما هو القادم؟ هناك كأس العالم 2026 للرجال، وأتمنى أن تكون بطولة الثالثة تواليا مع منتخب سبق ودربته أو لم أدربه، هذه هي دوافعي الشخصية. وفي نهاية الفيديو لا تنسى دعمنا باللايك والاشتراك ومشاركة الفيديو مع أصدقائك. كان معكم نور الدين طياش من صفحة وقناة تاكتيك كرة القدم.